مشاهدينا اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري والذي نستهله بالعناوين. مقتل 44 شخصا في زياده من 300 حادث مرور خلال الاسبوع الفارط. وزير السكن يعلن عن القضاء على البيوت القصديه العام المقبل واخر اجل لدفع القسط الاول لمكتتبي عدل 1 شهر ابريل القادم. أهلا بكم إلى التفاصيل. لقي 44 شخصا حتفهم وأصيب 621 آخر بجروح في 357 حادث مرور سجل عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة ما بين 11 و 17 فيفري الجارية حسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطنية اليوم الأربعاء في حصيلتها الأسبوعية. وتصدرت ولاية باتنا القائمة من حيث عدد الحوادث بتسجيلها 20 حادثا، تليها ولاية البوليدة التي سجل بها 18 حادثا، ثم المدية ب 17 حادثا متبوعة بكل من الجلفة وتلمسان، حيث سجلت السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام المسافة الأمنية وإشارات المرور من أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث. إلى قطاع السكن، حيث حدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السنة المقبلة أو عام 2015 للقضاء على المساكن الهشة من خلال منح سكانها مبالغ مالية قصد ترميمها وإعادة بنائها أو ترحيلهم إلى سكنات لائقة، وستشمل العملية سكان البناءات الفوضوية والقصدرية. أمينة شابوني رصدت التصريح التالي. 2015 يورا بلو اون باراك إن شاء الله. دو مثلا لي 370000 اللي هضرت لك عليهم داخل فيها كاع البناء الهش، مي لي باراك سي دابور سي اون اوكوباسيون ايليغال دو تيران، سي فري بتاك سا ريبون ان بيزوا، وبوكو دو بيدون فيل زادوا في وقت الارهاب، متفقين؟ بون لو ريسونسمون اي في بار لي والي، لي بروغرام تاعهم سون اون كور، او فوري ا ميزور رحلوا، سافي با دير بلي ترمي له قشو برا، يرحل في دار، سوف كو ونقولها ونتحمل مسؤوليتي. On a fait certains essais dans beaucoup de bidonvilles. Il y a des gens qui ont des logements. Et j'ai donné, moi, j'ai signé une instruction avec l'accord de M. le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Aucun bidonville, mais être à Harble, mais foutre à le fichier. كما أعلن الوزير تبون أنه بداية من الأسبوع المقبل سيكون الانطلاق الفعلي والرسمي للمرصد الوطني للمدينة الذي وبدخوله حيز الخدمة سيكون له أثرا إيجابيا وبشكل ملفت جدا. المرصد هو اللي يعطي توجيهات بالنسبة للتوازنات الكبرى تاع المدن، مش المدن الجديدة، ما عندوش دخل في المدن الجديدة، والمدينة بصفة عامة. هو اللي يسطر آفاق، يشوف النقائص، يوجه بالنسبة للإيجابيات، يطلب من بعض المسؤولين المحليين ولا غيرهم إلى آخره، يعطي توجيهات، يعطي المرصد هذا كنا محتاجينه اليوم المدينة. أكد رئيس لجنة الصيادين الجزائريين حسين بلوط بأن سمكة الأرنب سامة وقاتلة، وهي واحدة من 11 نوع الأسماك السامة، مطمئنا للمستهلك الجزائري بأن اختلاطها مع الأسماك الأخرى لا يضرها. ميكروفون ليليا داود. أنواع الأسماك المسممة كاين 11 نوع، كاين الأسماك المسممة كيما لا موش مسمى، كيما لا ميران مسمى، لا ريني مسمى، راسكاس مسمى، كاين 11 نوع. واش هذوك السم تاعهم ضعيف شويه، مش كيما السم تاع سمك الارنب هذا. هذا السم تاع سمك الارنب قاتل، ينجم يقتل. بصح راهي ماهيش خاطر على البحاره ولا على الاسماك الاخرى، ما كان حتى خاطر يشريو نورمال العود ياكلوا نورمال. وفي سياق ذي صلة قال حسين بلوط أن سمك السردين في طريقه للانقراض بسبب طريقة صيده غير الشرعية، إضافة إلى أن الصيادين الجزائريين يخالفون القوانين باصطياد أسماك السردين التي يقل حجمها عن 11 سنتيمتر. كان 11 نوع من الأسماك في طريق الانقراض، منها السردين الميرلون كانوا يصيدوا بالمتفجرات، شباك محرمة، يصيدوا في اللارط بالديناميت وزيت التالوت. كي تلم المعطيات هذوك كنت تلقى بلي عندك بومباري طارتمون يتسنى فيك. نروحوا نوليو لازم تطبيق القوانين. حنا القوانين كانت تطبيق تاعها يجيب ربي.
هذه كل من المراقبة وهذه كل ترجع إلى مؤسسة سير مواني الصيد البحري. إلى شأن السياسي، حيث طلب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالرفع من مستوى النقاش السياسي بين مختلف الأطراف والتيارات السياسية من أجل الجزائر، لأن الحكومات أنشئت في الأصل من أجل إسعاد المجتمعات وتحقيق الرقي والازدهار على حد تعبيره. حتى نعود بالنقاش إلى مستوى المجتمعات الراقية، إلى مستوى النقاش الحقيقي الذي ينفع المواطن، لأن الذي ينفع المواطن هو ليس الصراع، هو ليس التجاذبات، هو ليس قال هذا وقال ذاك. النقاش السياسي هو ليس الضرب في من تحت الحزام كما يقولون، وليس هذه المعركة الملهية المضرة للوطن، بل هو الحديث في الشأن السياسي، في الشأن الاقتصادي. الحكومة المنظومة الديمقراطية لتوفر التنمية الاقتصادية، لتوفر الترقية الاجتماعية، لتوفر التنوير الثقافي. هذا ورسم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي تبنى خطابا راديكاليا تجاه الوضع السياسي والراهن، صورة سوداوية. على كل حال، نحن الذي سنقوم به إن شاء الله في سلسلة مقالات مختصرة، رايحين نديروا سلسلة مقالات قال الجزائر وإندونيسيا، ونخليه الرأي العام يطلع عليها، ومن بعد نروحوا قال الجزائر وتركيا، ومن بعد الجزائر وإيران إلى آخره، حتى الرأي العام يعرف مدى فداحة الوضع الذي نعيشه، مدى فداحة الوضع الذي نعيشه. ليس من حق الذين يحكموننا أن يغامروا بهذا الوطن كالذي يفعلونه. فحالة الفشل الآن ليست كلام من باب المناكفة السياسية أو الصراع السياسي، ولكنها أرقام سلمت من طرف الحكومة نفسها. وفي ردود الفعل الحزبي التي أقبت رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اعتبر الأرندي على لسان الناطقة الرسمية باسمه بأن الرئيس بوتفليقة وضع النقاط على الحروف إزاء مسائل بالغة الأهمية. الأرندي أشاد بمضمون رسالة بوتفليقة. هشام بن عودة رصد التالي. ذكر السيد الرئيس في تصريحه بأن الجزائر تتعرض لمؤامرة وحملة تستهدف مؤسساتها الاستراتيجية، الجيش الوطني الشعبي. فما يدور في محيطنا الجغرافي لابد أن يبقينا واعين، ولهذا السيد الرئيس ركز على ضرورة إبعاد المؤسسات الاستراتيجية، الجيش الوطني، مؤسسات الجيش الوطني عن النقاش السياسي. ختام الموجز، شكرا لكم والسلام عليكم.